وزي ما احنا قلنا الريكويرمنت تايبس ليها بيزيكلي تو ليفلز، البيزنس ريكويرمنت والسيستم ريكويرمنت. فاول حاجه البيزنس ريكويرمنت متقسم هو نفسه لجزئين، البيزنس ريكويرمنت او الهاي ليفل بيزنس ريكويرمنت واليوزر او الستيك هولدر ريكويرمنت. البيزنس ريكويرمنت بتشرح لنا ايه هي الهاي ليفل ديتيلز، ايه هي الجولز الاوبجكتيفز النيدز، اللي زي ما بنقول في الاول هي بيزيكلي هي السكوب اللي احنا طلعناه في الاول وبالديتيلز بتاعته. البيزنس ريكويرمنت مش بينكلود الديتيلز او سبيسيفيك فيتشرز، لا بيحط بس الجولز والاوبجكتيفز وازاي هوصل للاوبجكتيفز دي بطريقه مبسطه، بحيث ان البيزنس الهاي ليفل بيزنس يوزرز هيبقوا شايفين الكلام دوت. لو احنا بنتكلم في رئيس مجلس اداره مثلا او في وزير او الناس الهاي ليفل، هو مش هيخش في الديتيلز بتاعت البروجكت نفسه عامل ازاي، هو بياخد بيزيكلي الجولز الاوبجكتيفز النيدز، الحاجه الاساسيه اللي احنا بنتكلم عليها. فالبيزنس ريكويرمنت الهاي ليفل بيزنس ريكويرمنت مش بينكلود لا ديتيلز ولا سبيسيفيك فيتشرز، مش بيقول حاجه معينه بديتيلز انا هعملها ازاي، هو بس بيستيت البروبلم والاوبجكتيف او السولوشن، البروبلم والسولوشن هعمله ازاي او هاتشيفه ايه اللي انا هاتشيف منه الكلام دوت. فده كده البيزنس ريكويرمنت الجزء الاساسي او جزء المين بتاع البيزنس ريكويرمنت. بينزل منه او بيتفرع منه بقى ايه اللي هو الستيك هولدر ريكويرمنت او اليوزر ريكويرمنت. دي بيبقى فيها النيدز بتاعت عدد معين من الستيك هولدر جروبس اللي بيشتغلوا فعلا على البروجكت دوت، اللي هيستفيدوا فعلا بالبروجكت ده. بيقولوا بيحددوا فيه ايه الحاجات اللي هم متوقعينها في السوليوشن عشان اقدر اوصل للاوبجكتيف بتاعه. الجروب ده بيتعامل از ابريدج او لينك ما بين الجنراليزد بزنس الهاي ليفل بزنس ريكويرمنت والسبيسيفيك سوليوشن او السيستم ريكويرمنت فعلا. يعني انا مش هقدر اوصل من هنا للسيستم ريكويرمنت مره واحده، لازم اوصل من هنا من الهاي ليفل انزل بالديتيلز اللي هو الجزء بتاع اليوزر ريكويرمنت او الستيك هولدر ريكويرمنت، ومنها هقدر اطلع السيستم ريكويرمنت ماشيه ازاي بالظبط. فزي ما احنا قلنا هي عباره عن بريدج او لينك ما بين الجنراليزد بزنس ريكويرمنت اللي احنا قلناها فوق والسبيسيفيك سوليوشن او السيستم او البروجكت ريكويرمنت اللي احنا هنشوفها بعد شويه. هي بتحدد ايه هي الفيتشرز اللي لازم السيستم ده يبروفايد الكلام ده، ايه الكونسترينز اللي هيتعامل بيها، وبرضه بعض الاسامبشنز اللي لازم تحققها وانت شغال عشان تقدر توصل للاوبجيكتيف ده. فهم ثلاث حاجات بتحددهم اساسا الستيك هولدر ريكويرمنت، ايه اللي هو الفيتشرز اللي هو السيستم لازم يبقى موجوده فيه، او الحاجات اللي هو محتاجها في النيدز والوونتس بتوع الستيك هولدر، ايه هي الكونسترينز اللي لازم يشتغل عليها البروجكت دوت، وايه هي الاسامبشنز اللي هو بيحطها علشان يقدر يشتغل عليها. البيزنس اناليست مش بيوصل للسو ميني ديتيلز، بس بيوصل من هنا للاكشنز او التاسكس الفعليه اللي هيعملها الستيك هولدرز. ده بيتكتب مينلي بيتكتب بناتشرال لانجوج عشان يبقى مفهوم لبرضه بزنس يوزرز، وبيسبلايد باي دايجرامز عشان تبقى اسهل في الفيو واسهل في الفهم بالنسبه لليوزرز. ده كده انا كده اما اخلص الاثنين دول ابقى انا خلصت البيزنس ريكويرمنت بتاع الابلكيشن او بتاع البروجكت. نروح بعد كده للسيستم ريكويرمنت في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.